بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا سؤال يقول صاحبه أو ربما أكثر من شخص، يقول الآن في مشروع القانون العقاري أو الائتمان العقاري، فهل يجوز أن نشارك به؟ فنقول بالله التوفيق، لما طلعنا على القانون حقيقة في مادته الأولى في تعريف المصطلحات بيّن معنى، لأنه في عبارة الفوائد والعوائد، فالفوائد المقصود فيها هي الفوائد الربوية. فالنص يقول بأن الدولة، خزانة الدولة، ستتحمل الفوائد والعوائد يعني التي تدفعها البنوك للمواطنين، ستتحمل الفوائد على هذه القروض. يعني البنك يقرض والمواطن يسدد على أجل، والفوائد تدفعها الدولة في هذه الحال. فهذا يعني مما طبعا ربا صريح في هذه الحال، ولا يغير من الحكم شيء كون الدولة هي التي ستدفع. يعني ما دام المستفيد هو المقرض فلا خلاف عند الفقهاء في أنها عملية ربا في هذه الحال، وإن كانت الدولة هي التي ستدفع الفوائد الربوية، وإن كانت الدولة يعني هذه الخزانة العامة أموال الناس كلهم، المواطنين كلهم. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني الفوائد هذه لا خلاف في أنها جرت منفعة للمقرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. وكما قلنا يعني كون الدولة تدفع هذا لا يغير من الأمر شيئا. أما قضية العوائد فهذه لما يصدر من البنك المركزي توضيح لمقصود العوائد ونسب الفوائد والعوائد، هذا ممكن بعد ذلك